يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش في مسك ختام هذه الليلة تكريم الحاج علي حمودة بالأخميين مركز فاقوس مع النجم الإذاعي الكريم وقارئ العالم الأول القارئ الموهوب لدى القلوب محبوب صاحب اللون الفريد كل يوم هو في جديد إنه العلم ابن العلم صاحب الصوت الذي سيسطر عنه التاريخ بماء من ذهب إنه العملاق الكبير القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتفضل مشكورا. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشق تشقق الأرض عنهم سراعا بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.
لا طبعا. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي إلينا المصير. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا علينا يسير ذلك حشر علينا يسير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها السماء وما بناها نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف فذكر بالقرآن
بسم الله الرحمن الرحيم. يا الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر لا إله إلا لا
لإلاف قريش لي رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت صدق الله العظيم. خلاص يا جماعة حجم ربنا اتفق عليه حجم ربنا اتفق على الناس حجم ربنا اتفق على الناس كلها يا عم شيخ يا عم شيخ خلاص يا عم شيخ خلاص يا عم شيخ خلاص يا عم شيخ الفاتحة زيادة في شرف النبي.